صباح الخير. انا راجع النهارده التاريخ بتاع الترم الثاني سنه 5. لو جينا نقول السؤال الاول، ضع علامه صح او خطا. انتصر المشركون في غزوه بدر على المسلمين. دي طبعا زي ما انا سامع ان زمايلنا بيقولوا ان المشركين انتصروا في غزوه بدر. لا غلط، تمام. يبقى اول سؤال غلط. ليه؟ لانهم انهزموا في غزوه بدر، انتصروا في غزوه احد. طيب عندي السؤال الثاني، كان ابو بكر الصديق اول من استخدم نظام الحسبه. برافو، سامع سؤال بيقول، حد بيقول اهو ان مش ابو بكر اللي استخدم نظام الحسبه، امال كان مين؟ كان عمر ابن الخطاب. طيب حد يعرف يقول لي ليه؟ اقول لك ان نظام الحسبه ده عشان كان يشرف فيه على الاسواق ومراقبه الموازين والمكاييل. يبقى كان ابو بكر الصديق اول ما استخدم نظام الحسبه، ده غلط. تمام. انشأ الخليفة عمر بن الخطاب ديوان بيت المال. عمر بن الخطاب عمل ديوان بيت المال، نفتكر ان هو اللي عمل الدواوين، يبقى اجابة صحيحة، يبقى هو اللي عمل ديوان بيت المال. طيب السؤال الرابع بيقول، اسس جوهر السكلي مدينة القاهرة. اسس جوهر السكلي، ده صح. يبقى اسس جوهر السكلي، ايوه، ان جوهر السكلي ده اللي عمل مدينه القاهره بامر من مين؟ بامر من المعز لدين الله الفاطمي. طيب السؤال الخامس بيقول، حرر صلاح الدين الايوبي المدن الساحليه بالشام بعد معركه حطين. نفتكر معركه حطين اللي انتصر فيها على الصليبيين، ونفتكر لما انتصر عليهم حرر بالظبط المدن الساحلية اللي هي حيفا وعكا وصيدا. برافو، يبقى السؤال ده صح. طيب السؤال الثاني بيقول، اختر الإجابة الصحيحة. نقول انتصر صلاح الدين على الصليبين في معركة نقط، لسه قايلينها ان هو انتصر في معركة حطين، تمام. السؤال الثاني بيقول، فتح الفاطميون مصر في عهد الخليفة مين؟ فتح الخليفة كان المعز لدين الله الفاطمي. برافو. السؤال الثالث بيقول، اسس احمد بن طولون مدينة نقط. احمد بن طولون عمل مدينة لما جه مصر كانت اسمها مدينة القطائع. المهاجرون هم مين؟ هم أهل مكة. طب الأنصار هم أهل المدينة. طيب المهاجرين هم أهل مكة، يبقى المهاجرين هم أهل إيه؟ هم أهل مكة. طيب أول غزوات الرسول هي غزوة بدر. غزوة بدر. السؤال الثالث بيقول، بما تفسر تفكير عمرو بن العاص في فتح مصر. نفتكر عمرو بن العاص ليه أصر على الخليفة عمر بن الخطاب اللي هو يفتح مصر. برافو، أنا سامع حد بيقول لتأمين الفتوحات ببلاد الشام، يبقى يأمن فتوحات المسلمين ببلاد الشام. تاني حاجة، لأن فتح مصر تكون قوة للمسلمين، هتديهم قوة. طيب السؤال الثاني بيقول، معارضة قريش للدعوة الإسلامية. ليه قريش عارضت الدعوة الإسلامية؟ برافو، يبقى هي خوفا على مكانتهم الدينية والتجارية. تمام. السؤال الثالث بيقول، هجرة الرسول من مكة إلى المدينة. ليه هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة؟ بسبب إيذاء أو كثرة إيذاء المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. طيب جمع أبو بكر الصديق القرآن الكريم في مصحف واحد. السؤال ده مهم جدا. جمع أبو بكر الصديق، ليه سيدنا أبو بكر جمع القرآن في مصحف واحد؟ ممكن نقول لأن كثير من الصحابة اللي كانوا حافظين القرآن الكريم ماتوا في حروب الردة. لما كان حروب الردة سيدنا أبو بكر حارب المرتدين، فقتل كثير أو استشهد كثير من الصحابة اللي حافظوا القرآن، فأمر عليه سيدنا عمر إن هو يجمع القرآن في المصحف. السؤال الخامس بيقول، شهد عصر الدولة الطولونية في مصر رخاء اقتصادي. السؤال ده نقول احمد بن طولون لما عمل ايه في الزراعة؟ برضو احمد بن طولون استصلح في الزراعة، بدأ ان هو يبني الجسور، يحفر الترعة وهكذا. يبقى نتكلم في السؤال بتاع عصر الدولة الطولونية في مصر رخاء اقتصادي، يبقى نتكلم على الزراعة. طيب تسمية الحملات الصليبية بهذا الاسم، ليه تسموا الحملة الصليبية؟ لانهم اتخذوا الصليب شعار لهم. برافو، لأنهم اتخذوا الصليب شعار لهم. طيب السؤال السابع بيقول، نجاح الصليبيون في إقامة ثلاثة إمارات صليبية ومملكة في الشام. ايه السبب ان الصليبيين عملوا ثلاث امارات ومملكه؟ عملوا السبب ده لان ضعف وانقسام العالم الاسلامي، العالم الاسلامي بدا ان هو يضعف وينقسم، فعلشان كده استغلوا الصليبيين الفرصه دي وهم عملوا الثلاث امارات اللي هي الرها وانطاكيا وطرابلس، وعملوا المملكه اللي هي مملكه بيت المقدس. طيب لو نيجي لسؤال غير، نقول السؤال الرابع مثلا، دلل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعفو عند المقدره. نقول
نقول الإجابة إن كان الرسول بيعفو عند المقدرة. أشهر مثال في الدرس عندنا إن هو لما فتح مكة عمل إيه مع المشركين؟ ما عمل لهمش حاجة وقال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء. يبقى ده دليل إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعفو عند المقدرة. طيب عندي تغيرت حياة العربي الدينية بعد الإسلام. السؤال ده مهم، ده كان آخر سؤال في الدرس. ما الدليل على تغيرت حياة العربي الدينية؟ قلنا إن العرب كانوا الأول بيبدأ إن هم يعملوا الحاجات السيئة زي شرب الخمر، لعب الميسر. فالإسلام لما دخل لغى كل الإيه الكلام ده، إن هو بقوش يلعبوا الميسر ولا يشربوا الخمر. وبعد كده ان ساوى الاسلام بالناس، كان الاول في سيد وفي عبد، دلوقتي بقى في مساواه. وبرضه نادى على المراه وبدا ان هو يشارك المراه في كل شؤونه. طيب عندي اخر سؤال ونختم، ما النتائج المترتبة على تقوية محمد بن طاغي الإخشيد مركزه في مصر والشام والحجاز؟ ازاي او ايه النتيجة على ان محمد بن طاغي الاخشيد لما قوى مركزه في مصر والشام والحجاز نتج عن كده ان هو اصبح له الاشراف على مكة والحرمين الشريفين. يبقى استولى اخذ مكة وبدأ ان هو له يبقى له الاشراف على الحرمين الشريفين زي ما احنا عارفين، اللي هو المسجد الحرام والمسجد النبوي. وبكده قدرت ان انا اقدر اني نجمع كل الدروس في تكلمنا عن التاريخ من اول الدرس بتاع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وهنختم في اخر سؤال معلش عند صلاح الدين الايوبي. صلح الرملة بين صلاح الدين وريتشارد قلب الأسد. صلاح الدين الأيوبي عمل صلح مع ريتشارد قلب الأسد، ما النتائج؟ بسبب ان ريتشارد قلب الأسد دخل معارك كتيرة مع صلاح الدين الأيوبي ما قدرش ان هو يهزمه في اي معركة، علشان كده اضطر ريتشارد قلب الأسد يعمل صلح اسمه صلح الرملة، واللي مات بعدها صلاح الدين الأيوبي ودفن في دمشق. كده انتهينا من الحلقة، وان شاء الله انتظروا مني فيديوهات